وهي أنه شريك في طريق الاتفاق مع آخرين في الجرائم التي منسوبة إليه. إذا خاض الدفاع هذه الجزئية يبقى ده عدول عنه، لكن هو متمسك بدفاعه فقط من أجل عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذه وهذا يعد تأسيس لشرعيته مش عدول عن شرعيته. يعني كان يسبيك عربي محمد الحالة الصحية للرئيس محمد جيدة، وهو صامت وقوي ويعامل باحترام، ويعني لا يجب أن يقلق أحد على صحته، لكنه عند حديثنا معه في هذه الجزئية قال أن حياته الشخصية لا تهمه إطلاقا، وأن مسائله الشخصية لا تهمه، كل ما يهمه الوطن ومصلحة الوطن. طب ما زال عدم الاعتراف بالتأكيد، وإلا مع حد هذا المؤتمر هو تمسك بالشرعية منذ أن أشار على رقبته وقال أنها فداء للشرعية، واستمر هذا الوضع، رفض الإجابة على أسئلة قضاة التحقيق، وكذلك رفض الإجابة أمام المحكمة على أي تهمك إليه، وبالتالي هو يتمسك بالشرعية. ماذا سيحدث قبل 8/1؟ لأن إبداء هذا الدفع لابد أن يبديه محامي، ولابد أن يكون المحامي موكلا من قبل الرئيس، لكن هذا هو قال لنا أنه أمر مبكر وسوف يعني يناقشه قبل الجلسة بأيام. ده كلام يا جماعة.